السلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم ما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. اليوم لقيتونا خارجين من الصباح، حنا خارجين يلا باش معكم فيديو. تصافي اختكم باتري فيبل، ها هو بابا رازين ودافع على بوسيت صغيره. مشينا تقدينا، راكم عارفين ضروري ضروري نجيو هكا الهدايا العائله، وهذا هادي من هنا هادي من هنا هادي من هنا. المهم نهار كامل وحنا كندور، دابا بقيتونا عينا. الصراحه ما بغيتش عاد نمشي للدار، عاد المهم جاني الجوع، ما بغيتش نمشي للدار نطيب، وهذا غناكلو هنايا شي حاجه وعاد نمشي للدار ونطيب. العشاء الغدا غادي ناكلو هنايا. شنقول لكم البنات، لقيتوني دابا لقيتوني كنشوف هاد البلاصه هادي كتاكلني وكي كتقشر لي الجبهه ديالي. بابا اجي بابا. كما قلت لكم البنات، الجبهه ديالي كتقشر، بديت كندير هذاك البيلينغ اللي كنت شاركت معكم داك النهار اللي كنت شريت من كلينيك. كنديرو، مهم كنديرو جوج مرات في السيمانه. قلت لكم راه قالوا لي مره ولا جوج مرات، اصلا مكتوبه فيه مره ولا جوج مرات في السيمانه لحقاش مجهد على البشره. ايوا صافي، دابا بديت كتبان لي كتبان لي النتيجه. تصوروا الجبهه ديالي كامله مقشره عليا. قالت لي هذيك اللي خدامه تما، قالت لي راه غادي يبدل لك هذيك البشره الفوقانيه كامله، كاع هذوك البقع السوداء وداك الشوائب وداكشي كلهم غادي تحيدوا مع ديك البشره اللي غادي تحيد ديك الرقيقه الفوقانيه. ايوا حنا غادي نشوفوا. المهم الا بانت لي النتيجه واو، راه غادي نعاود نشاركوا معكم ونوري لكم. وهادشي اللي كاين البنات، المهم ان شاء الله تنوريكم هكا بعض المشتريات اللي خدات لخوتي ان شاء الله. المهم تنشارك معكم المصدر ان شاء الله. هنايا البنات بقينا مازالين كندورو. الصراحه كما قلت لكم بابا جايب سيمانه، بغيت نستغل اللحظات معاه. تصورو كيعيا كنقول ليه والو، ما غنمشيوش للدار، غنبقاو كندورو. ومنها كيستمتع، منها كيشري حويجات هكا كيبانو له ميزات. خاش ومنسني، خاش فاش كنكون بوحدي ما كندورش هاد الدوران هذا، كيجيني الملل بوحدي. ولكن مع بابا صراحه استمتعت، حتى هو استمتع الصراحه. المهم البنات، هاد جينا لدايركت سبورت، كاينين هميزات زوينين، دايرين صول فشي حويجات. المهم على ديما كنجيب بابا هنايا، كنت شريت ليه واحد السيرفيت صدقات ليه، كاليتي واعره وصافي. من ديك الساعه بقينا كنجيو هنايا، اغلبيه حوايجو كياخذو من هنايا. وهاديك السيرفيت لي لابس حتى هي خداها من هنايا. ودابا بغا ياخذ هاد الجاكيطه هادي، لقينا فيها غير السمول في الاول. قلت ليه غير قيسها، هو ما كيلبس سمول، هو كيلبس ميديوم، ولكن قلت ليه قيسها. دابا كيقيسها الصراحه ما اقتنعش، جاتو مزيره، يدين قصار وهي قصيره. ولكن مشينا لاكي سولنا، جبدوا لنا الميديوم، هي هذه اللي خدا، فرحان بها الوالد بصحته وراحته. صراحه حيت كانت زوينه، وداك الستيل اللي عزيز عليه، قالك عزيز عليه الجاكيطه اللي ما كي اللي فيها القب وكيتحيد، قالك نديرو وقت ما بغيت ونحيدو وقت ما بغيت. ايوا صافي. ومن هنايا دزنا لتيكي ماكس. هو كيقول لي صافي بركه، صافي. كنقول لي بابا راه ما خديت لك والو، يلا نمشيو يلا. دابا انت جيتي اللهم دير شويه ديال الشوبينغ. المهم دزنا خذا هذيك لافيست الاخرى. انا ساليت بابا كياكل بشويه عليه. رازين كانت عندها الحصه ديال لابيسين الصباح. رازين كنختار الفرصه كدي ليا المناضه. وكلات، كان فيها جوج كلات اللي دابا خدات غير شي بتو وحصير. صافي بارك عليك. ايوا صافي يلا، لقيتو دابا عتقنا الروح ياك بابا، كان فينا الموت بزاف. دابا ثلاثة السوايع في الباركينغ، سالات ديك ثلاثة السوايع وزدت ساعة، يعني دابا ربعة السوايع. رازين خلاص خارجة بساعة قبل منا، أنا وباب داش أخوان عامت شي باش شعرها مازال فازق من هنا، لازم ناكلها هاد الشفيجة تمشي للدار وندوش ليها إن شاء الله. مهم البنات يلا دخل دابا شخوان، تحقنا غادي نديرو ليه واحد المفاجأة. صراحة شخوان اللي غيديرها ليه ماشي أنايا، من طرفه هو. خليكم معايا تشوفوا المفاجأة، أنا غادي نهبط دابا ونصور لكم. هه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 
يز يز ما بقيت حاك ما فهم والو Thank you, thank you. You're welcome. I was looking for your iPhone, but you must see you don't like iPhone. No. ولكن بابا قلت لي thank you إلا كانت كرتونة خاوية. لا أنت قتامة. يلا يلا ورينا نشوفه. إيوا ما خصك تا تشوف شنو كاين. نشوفوا شنو هاد الشيء. هانتوما. يلا نشوفوا أنا ما شايفاش أنا بحالي بحالك. اي 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 بالصحة والراحة شكرا 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 ويت ويت هون ويت اي والله يدخلوا عليك بالصحة والسلامة بارك الله فيك شخوان راه ما تيبغيش حاجة تقابل ميكا ها لي زيكسيسوار ديالو نشوف ها الكابل ما بقاوش كيعطيو الشارجور وقيلا حتى في السامسونج ياك بابا نشوف ايوا بالصحه والراحه وانا 50 ميجا بكسل انا ما تنفهمش في داكشي قالك 50 ميجا بكسل شكرا نردو لكم بالخير ان شاء الله اه ويلي يا بابا تستاهل ما اكثر بارك الله فيك الله يبارك فيك دابا كي شخوان راه كيعاونوا باش يبدل داكشي كامل اللي عنده في التليفون القديم يحولوا للتليفون الجديد قسمنا كنقولوا ليه راه اخوان كنشري ليه الايفون في الاول كنشري ليه الايفون شرا ليه 12 برو وجابوا داكشي وشتو انايا وانا عارفه بابا ما عندوش مع الايفون بابا فايتين عطيناه ايفون وردوا لينا قال لينا خذوها بصحه ما عندي ما ندير به ناري راسي طرقه موسيقى ما عندي ما ندير المهم وفاش جاب الايفون قلت ليه غير الضوء بابا راه ما غادي هو غادي يقول ليه شكرا وهذا وما غاديش يبين انا كنعرف بابا غادي 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 شفتي مامي حبيبه كنعرف بابا غادي يقول لينا شكرا وهادي 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 ولكن او فون دو لوي ما غاديش يكون فرحان وانا عارفه بابا الوغ قلت لي شخوان قلت ليه شوف سمحوا لي بعد على هاد الصداع اللي داير بيا قلت ليه شوف قلت ليه شوف سير عند هذاك اللي خديتي منو التليفون قلت ليه ردو وقول لي عطاك نفس القيمه ديال هذاك التليفون يعطيه لك سامسونج صافي هي هذيك باش جابوا لي دابا وانا كنعرف بابا لو جون ديال التليفون اللي كيعجبو وهذا الشيء اللي كاين المهم دابا راه مشغول هنا انا نشد لكم واحد هاي يلا لقيتونا دابا فقنا الصباح هذا دابا يلا تسعود ان شاء الله الوجهه للسوق غادي نديكم معايا للسوق غادي تكون هذه ثاني مره من نهار حليت القناه غادي نصور فيديو في السوق يمكن واقيلا ما تكونوش شفتوا الفيديو القديم غنديكم معايا غندوركم معايا ان شاء الله وغادي نوريكم السوق في بريطانيا شنو فيه اش منك يا بال واش منك يا حوايج اش منك يا معنو بابا عزيز عليه داك الهيت هو المهم كنتسنى وقتاش يجي بابا باش نمشي نتوانس معاه لحقاش اخوان ماشي من داك النوع نهائيا ديال انه تمشي وتستمتعي معاه بحال هاد البلايص هادو هو ما عزيز عليه لا مولات لا لا سوق لا حتى بلاصه كيعزيز عليه يمشي ريستورون ياكل ويتقهوى صافي غير بلا شي بلاصه فين يجلس لا انا عزيز عليا الدوران وتسني حتى جا بابا شنو انت بغيتي تهضري في الفيديو وسني حتى جا بابا ان شاء الله وغادي نمشيو كامل جميع ها غادي نمشيو كاملين واكيد غادي ندوركم معايا ودابا يلا لقيتونا جينا الماكدو يلا لقيتونا جينا الماكدو خدينا الفطور اكسبريسو No, I didn't want that. I just want small espresso plus latte. Yeah, it's okay. She said in the cup of latte. Okay, give me Osima. Take it. Espresso, tell her single one. We're asking for one latte. I don't like it. Just try it. You will like it. Shidi. كما قلت لكم خدينا الفطور هنا كيعطيو الفطور عندهم فطور زوين عندهم اومليت عندهم انا نوريكم دابا واحد واحد المهم البيض اللي خديت انايا الساندويتش ديال البيض اللي خديت شدي
راه نتا طالع ليه الدم، قالك بغات تشيكن ناجت. تشيكن ناجت ما كاينش عندهم في الصباح، كيبيعوا غير الفطور. مالكي رازين؟ هاكد شدي زوينة رازين، وشدي طالع ليه الدم. هاو كيديرو بيضه وحده مع الفرماج فهاد الخبزه هذا زوين. وصافي اختينا قهوه. بابا صباح الخير. بابا ما بغاش يفطر، بابا مسقوم. لا صباح غير... ما تنفطر. بغا قهوه كيتا اورنج جوز اند بلاس فروت. من تما تنغدا ان شاء الله. صافي ان شاء الله. شكر ان اوريدي ذا احنا يلا دخلنا دابا. عرفتوا الناس صافي سالاو تخداو سالاو غاديين فحالهم. المهم هنايا هذه الدخله ديال السوق، هنايا باركينغ ديال الطوموبيلات راه شاد من الفوق حتى لتحت. ايوا صافي اول حاجه بانت لي هنايا هي الخضره، دي الخضره ديال الفيرمات، خضره بيو ماشي ديك اللي كنلقاو في السوبر مارشيات. ها نتوما السوق، أوريكم حاجة بحاجة فاش ندخل. ها البال الحوايج مطوات، ها نتوما هنايا هذا كاب شد البرد، جاكيطة، هانتوما هنايا لي زاكسيسوار. شوف هاد ديال الفولار، شوف كيفاش مزيان الشمس. يديك راجل، شوفو هنايا هادشي ديال الدراري الصغار. كبرات عليهم راسيل، كبرات على هادشي. شوف شحال غزالين، غير ديال الدراري الصغار هادشي، راه هما الحوايج ديال الدراري الصغار. ها انتوما هادي فوسيت تا هي للبيع. صراحة أنا ما بغيتش نشري ليها حوايج، حوايج مستعملين، سيرتو الدراري الصغار كيكونوا شويه حساسين. ها نتوما شوفوا الدنيا عامره، ولكن حنا يلاه مع الدخله مازال الوسط كيكون ويلي ويلي ويلي. وحده هرست ليها كاع المواعن. طاحت على الطبله. ها نتوما صبيبطات. ها انتم شوفوا الاسبيراتور دايسون، وهاد هنري تا هي واعره، قاوا باينين خادمين. هذا تقريبا كدير شي اكثر من 7000 درهم. هذه الكبيره، صغيره ديالها كدير شي 4000 درهم. انتم بدات كتعمر الدنيا اكثر. هانتوما كيما سعيد بزاف، مطوات ديال الفرور. كلشي مكتوب عليه الثمن ديالو ناس مع باوند، كل 90 درهم بحال هكا. ولكن شويه خادمين، باينين خادمين. هاد الشيء هادي فيها الزرابي، فيها الطبيات هادو كيعجبوني.
الوان غير ماشي حطبي ماشي شي كاليتي. هانتوم بابا جوكو كيزيد علينا بابا غا شويه كتقولي لي ما تمشيش. شوف كاينين حتى هاد المنطاج هادو الصغار. بابا وين وين هاو ماتش ذيس بابا 15 ثانك يو ذا بيج وان جوج متر على جوج متر وربعين 18 باوند Lovely, thank you. Thank you. Razi, be careful, we'll fall down. إوا صافي البنات خارجين بحالنا. الصراحة السوق ما فيه ما يدار اليوم. كاين ولكن ماشي بحال مقارنه مع شحال هذيك كنا كنجيو عاد كي كان السوق ما تلقايش بلاصتك بلا بالبيعه ولا بالشرايه. دابا عامر ولكن عامر بوالو داكشي ما زوينش. خدينا شي حاجه شي حاجه هكا قلالين وصافي. اهم حاجه فقنا في الصباح شمينا الهواء نقي جو زوين بدلنا الجو صافي. ولكن داكشي كما قلت لكم في الصيف كيكون خطير. بابا كان بابا من هنا اختي خديتي ديك التليليجه كان خدا واحد التليليجه واعره قدامه بالضو عندها بريز داكشي بري التليليجه غير ديال المشروبات هكا تتحطيها حداك الطوموبيل ولا شي بلاصه ديري فيها غير قرعه د الماء قرعه د الماء المناضه زوينين فيها كاين شي حويجات زوينين اليوم لا والو. المهم البنات جيت للدار نسيت واحد الطاجين دابا كنصايب ليه الرز. بابا من نهار جا كنحط ليه غير الرز لحقاش عزيز عليه الرز. قلت ليه انت ديما كتاكل تما الخبز ديما الخبز كتجيني بدل شي شويه واصلا عزيز عليه كيعجبو. بابا من نوع لي اي ماكله كيتاقلم معاه ما عندوش مشكل كي ماكله ما عمر كلاها يجربها. من نوع لي كيأكسبتي كاع انواع الماكله. ماما لا ماما صعيبة شوية في الماكلة. ماما داكشي اللي كتاكلو خصها تبعو هو ما تبدلها لا ما عليش عليها تجرب الماكلة شي حاجة ما كتاكلهاش ما تحاوليش معاها تقولي ليها كوليها ولا غير جربي ولا هذا والو. حيت عندنا مشكل في المعدة ديالها الا كليتي حاجة ماشي تا تما كتمرض وكتمرض بالايام. بابا لا بابا سهل. ماما صعيبة كتجي عندي ماما خصني نجيب البلدي دجاج البلدي خصني نجيب لحم العنزي حاجات اللي كنجيبهم مره مره ما خص يكون يوميا خص الخضره والفواكه يكونوا بيو بزاف ديال الحاجات. ايوا صافي كما قلت لكم يلا دابا كنصفي الرز نصايبو نصب الطاجين ديال اللحم انا نوري لكم. ها هو الطواجين ديالي درت فيه بطاطا كورجيت فلفله ومطيشه. صافي هنايا صفيت الرز رديته في الطاوة اللي طاب فيها ودابا غادي نزيد عليه الزيت وغادي نسد عليه ونخليه على عافية مهيلة حتى كتنفخ الرز مزيان.